الأضحية الموجودة في الصحيفة السجادية وفي غير الصحيفة السجادية. يجب على الإنسان أن يمرن نفسه بالدعاء من الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا صباحا مساء، عند الوضوء، عند الطعام، عند التطهير في دورة المياه، عند أي شيء. ورد الدعاء عن رسول الله وعن الأئمة الطاهرين عليهم الصلاة والسلام لكل حالة وحادثة، وحتى بلا حالة وبلا حادثة، حتى أكل النهار في كل ساعة دعاء، الساعة الأولى، الساعة الثانية، الساعة الثالثة، الساعة الرابعة، الساعات المعوجة بطبيعة الحال، لأنه أكو عندنا ساعات مستقيمة وأكو عندنا ساعات معوجة بالإصطلاح الفلكي. الساعات المستقيمة تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، وأكو عندنا ساعات معوجة. ساعات معوجة يعني تقسم النهار 12 ساعة، كبيرا كان النهار أو صغيرا، هذه تسمى بالساعات المعوجة. في كل ساعة من الساعات المعوجة، يعني من الصباح إلى الليل، شتاء صيفا خريفا ربيعا، 12 دعاء في كل ساعة. كذلك في ساعات الليل، في أثناء الليل، في أطراف النهار، في السفر، في الحضر، في الولادة، في المرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من أكثر الناس دعاء، حتى أن أدعية الرسول جمعت في كتاب، وأنا رأيت الكتاب، كتاب ضخم ما يقارب مفاتيح الجنان وما يقارب القرآن الحكيم، أدعية للرسول صلى الله عليه وسلم. للإمام أمير المؤمنين أكو أدعية، للإمام السجاد، للإمام الباقر، للإمام الحسين، وإلى الإمام المهدي عجل الله تعالى. أكو أدعية في مختلف الحالات، وكذلك الأنبياء السابق، وأكو في القرآن الحكيم، وهو أصدق كتاب وأحسن كتاب وأسرع وأكثر الكتب مطابقة للواقع. الله تعالى بالصراحة يقول: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. بس أن دعاءكم هو الذي سبب أن الله يعتني بكم.